بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو لقاؤنا الأسبوعي في برنامج فتاوى بصحبة شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن. أرحب بكم مشاهدينا وبشيخي الجليل، مرحبا. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. الأسبوع الفائت أعزائي المشاهدين تحدثنا عن موضوع مهم جدا، وهو حق الزوجة على الزوج. اليوم نتحدث عن النصف الآخر، حق الزوج. كيف يعني يمكن أن ننظر إلى هذا الموضوع بأهميته، باعتبار أن الأسرة جزء مهم جدا، وأن للزوج حقوق يجب أيضا أن يأخذها بمثل ما تحدثنا عن حقوق الزوجة. وأتوقع من السادة المشاهدين الاتصال على رقم الهاتف الذي سيظهر بين الحين والآخر على الشاشة. أعود إليك شيخنا مرة أخرى في هذه الحلقات المتسلسلة عن هذا الموضوع، واليوم نأخذ الشق أيضا والضلع الأهم في علاقة الإنسان بطرفه الآخر، علاقة الزوج والزوجة. تحدثنا عن حقوق الزوجة، اليوم نتحدث عن حقوق الزوج الرجل. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. معنى الآية: الزوج عليه واجب نحو زوجته، والزوج عليها واجب نحو زوجها. وربنا في الآية دي أمر كل من الزوجين يؤدي حق الثاني بالمعروف. وللرجال عليهن درجة، مع ده كله الزوج رئيس على الزوجة، الرجال قوامون على النساء. يبقى الجانب عنده عليه واجب، عليه واجب الزوج عنده حق زائد اللي هو الرئيس على الزوجة. يبقى في الحالة دي واجب على الزوجة أن تطيع زوجها بالمعروف، بالمعروف يعني بالتي هي أحسن، وبالكلام الطيب كده. أولا طبعا الزوجة من واجباتها أن تقوم بإدارة شؤون البيت، إدارة شؤون البيت، التبيخ وتربية الأولاد ونظافة وأكل وشراب وإعداد وتجهيز البيت. الزوج كمان عليه واجب أن يوفر المال اللازم، كل ما يحتاج له الزوجة كده. وواجب على الزوج يوفر السكن وكل ما يحتاج له. بعد كده الزوجة تقوم بالواجب إدارة شؤون البيت، إنها ما يجي الزوج من الشغل يلقاها ما موجودة في البيت، يلقاها موجودة في البيت محضر الأكل والشراب وجاهز، وتكون برد في حالة سمح تستقبل باستقبال سمح، ما تستقبل بهدوم البيت اللي هي قايمة من النوم هدومها مليانة ريحة البصل، ريحة الطماطم وسلطات وكده. أول ما تعرف مواعيد الزوجة جاي من الشغل، طوال في الحالة دي تقوم تدخل الحمام، تستحمى بصابون الحمام، تلبس لها فستان كويس كده منظر سمح الزوج يحبه، وبعد كده تسرح شعر راسها وتكون في شكل يعني سمح، لأن تسمح لزوجة. الزوج يجي من الشغل تستقبل بخشم الباب بترحاب وكده، الحمد لله الحمد لله وصلت طيب وكده، يلقى أكل جاهز، شراب جاهز، يأكل يتغدى يشرب شاي، تجيه بكل أمور اللي جاي تعبان من الشغل، توفي له وسائل الراحة، تسوق الولاد توديهم بعيد ما يعمل ضوضاء، خلي أبونا ياخذ راحته وهكذا. لا تعامل معاملة حسنة، ما تزاحمك الطلبات، إذا دايرة حاجة ما طول يجي من الشغل وأنا داير والبيت ما فيه وكذا، بعد ما أخذ راحته يصحى من النوم يصلي ويسبح ويقعد يشرب شاي جاي في الونسي، بعدك تطلب منه الحاجات بالتي هي أحسن. ما تضغط عليه بحاجة ما بيستطيعها. هي أنت عارف الزول ده لما تزوجت قال لك أنا مرتب كده، أنا زول شغال بالمرتب مرتب كده، أنا زول شغل تاجر داخلي كده، أنا زول صناعي داخلي كده. يبقى عندك معلومات قبل الزواج، يبقى أنت تخططي صرفك على ميزانيتك، زي ما عندنا مثل سوداني يقول لك مدي رجلك قدر قوتك. يبقى أنت تصرف في حدود ميزانية زوجك، ما تزود تبذر أكثر ولا كده. خير الأمور الوسط كده، عشان ما تقوم تحوج زوجك يقوم يمشي يستلف الدين والدون، الدين مزلة بالنهار وهم بالليل، ويعمل العكنة للزوج، يتلقى بأي سبب مشاكل زوجته. دي أهم حاجة أن تراعيها الزوجة وتحسن معاملته، وعليك إذا كان أهله جو ضيوف في البيت ترحب بهم سمح، يا هون سابتها ترحب بهم، ترحب بهم، تقدم لضيافتهم، ياخذوا عدتهم ونستهم يمشوا،
من المعاملة الحسنة. كذلك برضها ما يعني الزوج برضه ما يمنع زيارة أهل زوجته في بيته برضه ترحب به ونحكيه كلها من الحياة اللي هي المطلوبة للزوجة تقوم بها. نعم. طيب يا شيخنا الحلقة الفاتت تحدثنا عن نقطة مهمة جدا ومحورية وهي إنه يعني العقد الشرعي بين الزوجين عقد مقدس. نعم. ويحتاج إنه مثل ما الزوجة تحترمه أيضا على الزوجة أن يحترم. ده تحدثنا عنه في الحلقة الفاتت، لكن يجب إنه المرأة تنظر إلى هذا العقد بشيء من التعظيم والتقدير والتوقير لهذا العقد الكبير. أي فعل مطلوب من الزوجين، من الزوجة براه الزوج والزوج أن يعتبر العقد ده مقدس. قال تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. والعقود كثير، عقد الشراء، عقد الإيجار، عقد البيع، لكن أقدس العقود عقد الزواج. عقد البيع بحتليك قبلته إيجاب وقبول، إيجاب وقبول قبلته. لكن عقد الزواج شوف الأهل يوعدوا ويجي المازون يجيب الدفتر بتاع القسايم وفي شهود والرقم الوطن وكل ده، بعد ذاك الوكيل الزوج وبسم الله الرحمن الرحيم وهكذا أيضا. سنرجع لهذا الموضوع مرة أخرى، لكن نأخذ معنا أول مكالمة في هذه الحلقة اليوم. أهلا وسهلا. ألو ألو ألو، مرحب، معك برنامج فتاوى، منو معانا؟ ألو ألو ألو، مرحب، الفتاوى محمد أحمد معك الآن، الشيخ يسمعك الآن، تفضل، بس أنت خليك بعيد شوية من التلفزيون أو على الأقل وطي الصوت شوية عشان تسمعنا كويس. لا ماشي. نعم. دارت الشيخ في الموضوع عن حلقة الليلة هو الزوج. انت منو في الاول يا بالنسبة لآداب الاتزان المرأة يعني في الخروج من المنزل وكده؟ الخروج من المنزل كويس. عندك سؤال تاني؟ طيب شكرا جزيلا، رغم انه ما عرفنا اسمه. ما يبعتر ولا اسم يعني. نعم جدا، لكن كنا محتاج انه عشان تواصل معه هو. المهم هو تحدث عن نقطة جوهرية مهمة جدا، ممكن يكون هي مرات بتكون محل خلاف بين الزوجين، وهو مسألة الخروج من المنزل. يعني كثير من الأزواج بيرفضوا وبيكونوا يعني حريصين جدا ان المراه ما تطلع الا باذنه، وطبعا هذا من الحق. طبعا الاذن ده مطلوب، مطلوب من الزوج ومن الزوجه. يعني الزوجه اذا دار تمشي لموضوع مهم، زياره ارحام، مناسبات، تاخذ اذن من زوجها، والزوج يدرس الموضوع يديها الاذن ما يمنع. العلماء قالوا لا يجوز يمنع الزوج زوجته من زياره ارحامه وخاصه والدينه. وهي كمان ما تكتر الزياره، ما كل شويه ماشي ناس امي جاي من امي وماشي لاهلي وكذا. الحاجه المعقوله تمشي بالحاجات الضروريه، تاخذ اذن من زوجها بالحاجات الضروريه، تم تزور اهلها، تزور ارحامها، والدينها، وتجي ما يمنع. وكمان ما يمنع زوجي، الزوج ما يمنع زوجي تقول له قريبه دين ما يجي البيت خالص، لا، قريبه ارحامها يجي يزور البيت يرحب بهم ويقول له كرم ضيوفك دين او حاجات كذا، برضه انت المعامله سمح. الزوجة ما تعاند في زوجة. يحصل البيتين المعاندة، الزوج يقول لها ما تمشي، تقول لي بمشي بمشي ما بمشي بمشي ما تمشي، يعني يقوم يعلق بالطلاق. إذا مشيت أنت طالق، إذا خرجت أنت طالق. يبقى لا، في الحالة دي برواق بتفاهم، أنت أخذ كان المشوار ده ضروري، أصر صرح ليها خليها تمشي، لقيت الموضوع ما ضروري ومحتاج ليها برواق كده، الموضوع ده انا اجل يوم ثاني، عندي في ضيوف يعني يتغدوا معايا، انا حاتاخر ما اخلي اولاد براهن او حاجات زي كده، يذكر اعذاره واسبابه، لكن بكل ده بما كلام طيب واسلوب طيب، ما بينهير وهري وكباريد. لكن ده واحد من المشاكل يا استاذ يا شيخنا في الخلافات الزوجيه. أيوة. مساله الخروج بدون اذن، احيانا النساء لا ما بيستاذن، يكون موافق على دخل تخرج لازم تكون ناشز. النشوز اللي هي تخرج الزوجه بدون اذن زوجها، وخاصه في محلات تمشي مشوار بعيد، تجي متاخر بالليل، هذا لا، لابد تكون الخروج كمان عنده ضوابط، عنده شروط، عنده كده ماشي وين وليه شنو وليه شنو، ده كله برضه من واجب الزوج يحافظ على سمعته وسمع زوجته. هنا طيب في ناس بيقول لك الواحد هو برا السودان مثلا وما بيعرف التفاصيل الحياه اليوميه، يعني مرات هل تحتاج طوال تتصل عليه مثلا تقول له انا ده؟ اي طبعا هنا ده لما تكون هنا ده اذا كان ولاده كبار طيب تستاذن من ولاده وكده، اما اذا كان أولاد صغار ممكن إذا كان مشاوير البعيدة تضرب تليفون لزوجها تقول لها ماشي المناسبة الفلانية
الدين اللي زلمشي وهكذا، ويكلم اخواته وحاجات زي كذا بالتفاهم. كل حاجه كل الناس بيتناقشوا برواقه الموضوع بيمشي، لكن لما يحصل هرج ومبادله معارضات الشيطان في الحل يتدخل يطور الموضوع والموضوع يتطور، يمكن يحصل لي يقطع فيه طلاقات وحاجات كذا. انت قلت برضه كلام مهم جدا، انه لو اولادك كبار تستاذن منهم. هاي ده جايز يعني؟ طبعا ولادك كبار برضه تقول لولادنا ماشي المحل الفلاني قال ابوكم ضرب وكان كذا وكان جزول وكان كذا، يتفاهموا يعني. بناتي في البيت برضه كلمهم ماشي المشوار الفلاني. أي لازم يكون فيه والناس طبعا خاصة نحن سودانيين عاطفيين، عندنا البكيات وعندنا المسابة الزواج المرض اللي قدر لازم نمشي، زول مريض نمشي نعوده، زول جاي من اختراب نمشي بارك لأهله، بيتخطبوها نمشي بارك لها، ودو كلها مناسبات وفاة، حصل وفاة نمشي نعزي، دو كلها حاجات بتخلي الناس طوالي هنا متواصلين متبادلين. يبقى الزوج المغترب ما يمنع زوجته من الحاجات الضرورية دي، التعزية المباركة للعريس، الحيات كذا تربط مع أهله ومع أهله ومع أرحامه وكذا. طيب في ناس بيقول لك نحن والله مدينا الإذن مسبقا يعني قبل ما الحاجة لو مقنعة ممكن تمشي ما ممكن برضو، ممكن زول واثق من زوجته تمام، واثق من الثقة تمام، ممكن أقول لها الحاجات الضرورية أمشي، لكن برضو أضرب لي التليفون فهمني من باب الاحترام والتبادل. أيوة. طيب المقصود بحسن التبعل شنو المقصود؟ قصدي بشنو يعني؟ أيوة حسن التبعل معناه الزوجة يعني تسمح لزوجها. زي ما ذكرنا في الأول إنه يعرف زوجها جاي من الشغل ما يلقاها قاعدة بقميص النوم والصلصة بتاعت التبيخ واللي هنا وحاجات كده وشعر راشي منكوش كده. ده في كل الوقت في البيت ولا وقت معين؟ لا طبعا لما الزول بيجي الزول بيمشي الشغل الصباح بيجي آخر النهار أو صد النهار. هيجي تستقبل زوجها بمنظر سمح بريحة طيبة بحاجات كده تفتح نفسه. ده اللي هي حسن المعاملة. تسمح لزوجها. كذلك برضو الزوج كمان يا برضو لما يجي كمان يقعد ما زوجي تستحمل صابون الحمام تكون برضو ريحته طيبه شكله طيب حاجات كده. ده كلها تبادل يعني تفتح النفس الونس اللي معلنا. ما هو مرات الواحد يقول لك يا اخي اليوم كل المرة تكون يعني مسمحه ولا في بس في الفراش بس ما عنده علاقه بال لا صح لما لا تسمح ده كله في البيت كله طبعا. لا لا بزيد الفتره الصباحيه دي طبعا زول بتقوم من النوم بتقوم بخدمه الاولاد والتبيخ والحاجات دي. قضت التبيخ بتاعها خلاص سوت ملاح وجيهته فعرفت الزوج حيجي يوم الساعه الفلانيه عشان تحضر الاكل. حضرت الاكل مع تحضير الاكل تقابل بمنظر سمح. اي من باب يعني حسن المعشر وكذا وتحببوا فيها يعني. اي بس طيب الايام دي طبعا يمكن يكون لفتره طويله الناس هو شغالين مرات بيجوا سوا ما خاشين مع بعض يعني منو اللي بيقوم بالواجب؟ اي ما خلاص يعني طبعا برضه ده كمان برضه في الحاله ده خلاص الاثنين يتبادلوا مع بعض. نعم يعني هو ذات الرجل ممكن يخدم في البيت يساعده يعني. اي اي يعني في طبعا يساعده اذا كان هي شغال وهو شغال الاثنين يدخل الموضح سوا. تدرب عليه قطع قطع السلطه ويغسل لها صحون يعني سعيده. نعم ما عيب ان الزول يدخل المطبخ مع زوجته يساعده في شغل المطبخ. نعم بنرجع لموضوع ثاني ان شاء الله. معنا تليفون. الو مرحب. الو الو يا مرحبا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منو معنا؟ الله يخليك يا اخي. بالله ممكن لك اكلم الشيخ محمد احمد؟ نعم تفضل تفضل. تفضل يا مولانا. الو احنا معاك سامعينك الان اتكلم قول سؤالك. طيب انا بالله كنت عديت عمره انا طلعت مباشره الى جده. الو السلام عليكم. نعم تفضل معك سامعك. الله يخليك. معلش انا بتكلم بس يمكن خارج الموضوع بتاع الحلقه. نعم ما مشكله تفضل. فكنت انا عملت عمره فطلعت على طول الى جده يعني ما وجدت احرام حتى هنا عشان اخذه معي من الصين. فرحت على جدة على طول ونزلت في المطار حمسة من المطار ورحت على العمرة. هل في أجل؟ أنت سافرت من السودان يعني ولا من وين؟ أنا مسافر كنت من الصين. من الصين؟ أي نعم. جيت جدة.
جيت جدة حرمت من المطار وديته العمرة ورجعت. طيب يعني في ناس يقول لي يعني انت يمكن يكون عليك دم ولا حاجه. ايوه خلاص الشيخ، الشيخ يجاوبك ان شاء الله. شكرا جزيلا. هو جاي من الصين، انا كنت فاكر ماشي من الخرطوم. أيوة. هو جاي من الصين من اقصى الشرق يعني الى الغرب، تجاوز يمكن جاء عابر في في مكه ومشى لجده. ايوه جاوز الميقات بتاع الصين يعني ولا ما جاي؟ هو تجاوز طبعا، هو جاي من الشرق يعني. هاي الشرق ولا غرب، اي زول جاي من اي منطقه في العالم محدد له ميقات. ايوه اي هو هل تجاوز الميقات بتاع الحج والعمره؟ ده السؤال. اذا تاكد تجاوزه عليه بقى هدي. حتى يعني في العمره هذه طبعا لما تجاوز الميقات عليه هدي، ضبخة خروف او ما عنده يصوم ثلاثة ايام في مكه وسبعه لما يرجع. ده في الحج ولا في العمره برضه يعني؟ هي تجاوز الميقات، ميقات العمره والحج واحد. ايوه وفي اي زول جاي من الشام، جاي من الصين، جاي من الهندي، في اي زول جاي من اتجاه عنده الشرع حدد ليه ميقات زماني وميقات مكاني للحج والعمره. تجاوزه يبقى في الحاله ترك واجب واجبات الحج او اي واجبات العمره. يلزم هدي، هدي ذبحه خروف، او ما عنده يصوم ثلاث ايام في مكه وسبعه لما يرجع بلده. الناس طبعا الناس اللي في السودان اصلا بيحرموا من جده صح؟ ايضا احنا موضوعنا نعم قصدين هو لانه هو سوداني، انا افتكرت انه ماشي للخرطوم. طيب نرجع لموضوعنا اللي هو موضوع حق الزوج على زوجته. دعنا ندخل في الموضوع الاساسي وهو حقوق الفراش. حقوق الفراش طبعا الاسلام ادبنا تادب كبير جدا انه الناس يعني يراعوا هذه الحقوق الشرعيه. طيب في الحالة دي الزوجة تطيع زوجها يعني في حي طبعا حاجات خاصة بين الزوج وزوجته، العلاقات الخاصة دي ما يتحدثوا بها وكده تكون سر بين وبين، حتى ممنوع الزوج يطلع سر من الذنوب الكبائر ان الزوج يحصل سر بين وبين زوجته، يمشي يتونس به يكلم اصحابه حصل بين وبين زوجته كده. كذلك العكس برضه الزوجة تطلع سرار حصل بين وبين زوجته، ده ممنوع شرعا. دي حاجات خاصة سرية يتعامل بها الناس. في الحالة دي انه الزوج وزوجته يكون متعاونين في الموضوع ده بالتوافق. بعدين هو المشكلة تحصل بتين مرات، الزوج يطلب زوجته الفراش بعدك تعتذر، هو ما بيقبل العذر ده ويشدد ويقوم قد يحصل الطلاق. هسه كثير بتجينا حالات بتاع الطلاق ان سبب شنو؟ لان الزوج رفضت انت تدي زوجها حقه في الليلة دي. اي يبقى الحالة دي يقوم يزعل ويسور وكذا، لا انت ما تزعل، ده موضوع. الحاجة دي ما بتكون كويسة اللي بيكون الطرفين قبلانين مع بعض، لكن زول رافض وزول قبلان ما جاته ما بيتمتعوا ببعض. يبقى الحالة دي لو الزوجة اعتذرت لي وقالت له الموضوع ده انه انا ما جاهز اخليه بكره، يستجيب يعني يقبل العذر ما يشدد وهكذا. كذلك الزوجة برضه لو طلبت برضه لو قال لها خليه من ثاني يعني ما جاهز، يكون ده تفاهم سر تقدير يعني، اي سر بين الزوج وزوجته ما يطلع للخارج وكذا. طيب برضو في تلفون تاني. الو مرحبا. لا اللي سأل الأستاذ المعاوضة ما بعرف. الو 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 مرحب. انا بس دار انبه الناس المشاهدين اللي بيتصلوا علينا انه يعني الواحد لما يتصل ارجو انه يسمعنا من التلفون وليس من التلفزيون. الو اهلا وسهلا. الو مرحبا بك. الو يعني احنا سامعينك يا استاذه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك فيك. معك تهاني من الشجره. اماني تهاني. تهاني تهاني مرحبا بك يا تهاني. انت ما تسمعين من التلفون طوالي، ليه بتسمعين من التلفزيون يعني؟ لانه التلفزيون لما نسمعك بنسمع متاخرين شويه. نعم الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم محمد الحسن والاستاذ تحييك يا استاذنا. مرحب بك، تفضلي. الله يبارك فيك، الله يسلمك. عندي سؤالين. اها تفضلي. بالنسبة للصلاة، أنا صلاتي أول شيء يعني طويلة وعندي أولاد بقرين وكذا، وبقعد بجلوس أذكار الصباح دي بكملها، وما عارفة أكتفي بالتسبيح بس ولا ما بعرف أعمل شنو. ده سؤال. صلاتك مالها؟ ألو؟ الصلاة مالها؟ هاي سمعت سؤالي الأول؟ لا ما سمعنا سؤالك كويس، قولي تاني. السؤال الثاني أنا يعني ما واضح. قبل سنتين كده بلتك وبس تكمل. ألو نعم معاك يا تهاني. قبل
قبل سنتين وبعد الو نعم نعم يا تهاني سامعينك، ارجو انك تسمعينا أيوة. ارجو انك تسمعينا من التلفون وليس من التلفزيون عشان ما أيوة. الصوت يجيك راجع حقه تقطع التلفزيون يا ولد حقه تقطع خالص من الغرفه اللي فيها التلفزيون كويس نعم قلت لك يا شيخ نعم الو نعم نعم الو انا السؤال الاول قلت لك انا صلاتي طويلة والصباح بكمل انا اذكار كلها ما عارف وعندي اولاد في المدرسة وبحتاج لوقت عشان اذاكر لهم وكده دي ما عارف اختصر بالتسبيح بس ولا اعمل فيه ايوه طيب السؤال الثاني الو نعم معاك يا تهاني السؤال الثاني انا قبل سنتين من غير ما اعرف ما يعني ما 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 كنت عارف الحته دي وقعت في يعني خشيت في ريبه حته بتاعت ريبه من غير ما اعرف والله ما كنت عارفه خشيت كيف كان عندنا تمويل كنت قروش بعد ذاك يعني اخذت جزء بضاعه والباقي اخذته قروش بعد ما اخذت القروش وصرفتها وكده دي قمت كلموني يعني معي زميلاتي قالوا لي يعني لما تستلم الفلوس في يدك الحته دي بتكون خسرت تقريبا طيب شكرا جزيلا انا من الزمن ده يعني بستغفر الله طبعا الفلوس اللي صرفت منها وكده دي بستغفر اقول اللهم اغفر لي اللهم اني استغفرك فيما غابت المصران واختلط العروق الدعاء ده قاعد اقوله الو معاك يا تاني خلاص تقريبا اسئلتك نحن سمعناها لكن عندي حاجه عندي شنطه كده اشتريتها من الجروز دي وانا في اخذتها ما عارف الشنطه دي اجدعها ربنا حيقبل ان شاء الله استغفاري ده اعمل شنو انا ما بعرف يعني من الزمن ذاك انا ما مرتاحه لما استفتي وكده دي شكرا يا تهاني شكرا على الاسئله أسئلتها فعلا طويلة وهي يبدو أنها متحسسة يعني حساسيتها عالية جدا في الموضوع موضوع شنو السؤال الأول قالت هي صلاة طويلة الصباح بتصلي صلاة طويلة وعندها أذكار وأوراد بتعملها في نفس الوقت أولادها يكونوا دارين محتاجين لها في مش المدارس تجهيزهم وكذا يعني المسألة دي هي بتحس أنه لو قامت خلت الأوراد وصلواتها دي يعني ضميرها بأنبة شوية هل ممكن يعني تخليها تأخر يعني حاجة الزولة دي تصلي الصبح حاضر صلت الصبح أولادة تخليها لغاية ما تجهز ولادها بناتها مشوا المدرسة خلاص تقعد فيهم الصلاة تكمل الأولاد بتاعتها حاجة معقولة جدا ما تربطها بس ما تربطها بال بصلاة الصبح ما تربطها ما خلاص صلت الصبح الفريضة أدت الفريضة هذا المندوبات والمستحبات المندوبات والمستحبات في الضرورة بتاعت تجهز الأولاد من المدرسة تقوم من المصلاة يجهز ولادك يمشوا المدرسة بعد ذلك تيجي تقعد في المصلاة أو في كرسي تكمل الأولاد بتاعك بتاع الصلاة ده المطلوب كده شوف السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده قالت هي اخذت التمويل معها زميلاتها او اخواتها تقريبا أيوة. وجزء اخذته بضاعه وجزء الثاني تقريبا اخذته قروش اخذته قروش أيوة. واشترت من القروش دي شنطه وقاعده في البيت الان هي أيوة. كل ما تعاين الشنطه دي بتتذكر مساله القروش أيوة. دي قالت أيوة. تعمل شنو في الحاله دي قالت بستغفر بس طبعا المفروض اخذت التمويل ده التمويل اخذته بضاعه البضاعة تبيعها تربح فيها زي ما داير لكن حولت جزء من التمويل كاش وقامت تاج بعد كانه اخذت قرض جر منفعه ربا بيع التمويل ده بضاعة حلال عليه باعت البضاعة بربع غالي وحربح تربح حلال لكن جزء من التمويل ده قالت التاجر التمويل 20 مليون قالت ادينا 10 ودينا 10 بضاعة العشرة البضاعة دي ربحها حلال أما العشرة اللي أخذته كاش ربحها حرام وتعاملت فيه تعاملت بالربا يبقى مطلوب منها تستغفر استغفار كثير وتندم وما تكرر الكلام تاني وربنا ما بدو غفار رب سبحانه وتعالى غفور شكرا جزيلا شيخنا على أسئلة التهاني رغم أنه هي كانت أسئلة مركبة لكن افتكر ان الاجابات كانت شافيه ان شاء الله استفدت يا اخوتنا تهاني من هذه الاسئله سنعود اليكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل ابقوا معنا
أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الحلقة من برنامج فتاوى بصحبة شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن. قبل ما ندخل إلى موضوعنا مباشرة أحب أن أنوه إلى السادة المشاهدين أنه لاحظتوا أنه قبل شوية اتصلنا مع الأخ التهاني كان فيه مشكلة. السبب الوحيد في هذه المشكلة أنها هي بتسمعنا من التلفزيون ونحن طبعا زمننا محسوب عشان أكبر عدد من الناس بيتصلوا علينا يستفيدوا من هذا البرنامج. أرجو من أي ذل يحاول يتصل أو عنده الرغبة الآن يتصل يسمعنا فقط من تلفونه اللي بيتصل به، لأن نحن بنسمعه بوضوح جدا، هو بيسمعنا بوضوح كمان وفي نفس الوقت بيسمعنا في ذات الزمن يعني. لكن لما تسمعنا من التلفزيون بتحتاج لوقت طويل جدا إنه الصورة أو الصوت يجيك من بعد الإرسال، وده فيه فرق زمن كبير. أنا أفتكر إنه نحن محتاجين نوه التنويه ده لأنه حصلت لنا مشاكل فنية كثيرة في هذا الموضوع. نرجع يا شيخنا لموضوعنا اللي هو حقوق الزوج. بتكلم عن الطاعة، بدينا جزء منها إن المرأة مفروض تكون مطيعة لزوجها، هل هذه الطاعة طاعة مطلقة؟ أيوة، لا ما مطلقة، مقيدة، لأن القاعدة بتقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى فرضنا الزوج قال لي امشي هاك القريد يجيب لي قزازة عرقي من فلاني، أيوة. يبقى الحل إنه ما تمشي، تمشي معصية. هي الطاعة في المعروف، أيوة، المعروف في الحقوق، والحقوق اللي الواجبات وحاجاته. لا، وكمان قاعدة تانية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، كمان ما يكلفها بشيء كثير. أي الحاجات اللي تراعي شعوره، يراعي حالاته، يراعي ده كله. ما يقوم بالليل خالص 11 بالليل يقول امشي الدكان جيب لي حاجة من الدكان، لا. الحي بالنهار ممكن وهكذا يعني. طاقة الطاعة ما مطلقة، مغيدة بحسب الأحوال والظروف. طيب في نسوان بيقول لك أو في ناس بيقولوا كلام، بيقول لك يا أخي المرأة أنا ما هي الزوج ده ما زوجني عشان أنا أطبخ ليه وأعرس ليه وكذا يعني. لا، هي طبعا الزوجة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إن الزوجة تقوم بإدارة شؤون البيت، التبيخ والحياد، لكن لو فيه مشقة الولدات ما شاء الله وكتار وبيحتاج إلى غسل وملابس وحاجات، في الحالة دي وجب على الزوج يجيب له خدامة تساعده في نظافة البيت، في حي غسل الهدوم وحاجات زي كده. ما عنده استطاعة لما يجي من الشغل يساعده، أي لكن هي تقوم، لكن ما إجباري يعني. الحاجات الثانية زي الغسل الهدوم الحاجات دي يوديها المكوى أو يجيب لها غسالة، لكن إدارة شؤون البيت جرت العادة من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابيات كان بيخدم أزواجه. كان تودد ذاته، أي كثير الرسول مشى عزومة في محلات، لقى حتى في عروس، في عيسى الرسول عليه السلام زار وقدمت الأكل، قدمته العروس. حتى كمان معلي قصة سريعة، فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام تعبت من شغل البيت، لأنه كان زمان المرحاك وغريب الموي من البير، وشغل كان كثير سنة، فان الزمن دائما سريع، حتى تفتح الماسورة تجي الموي البتجاز، كان تعبت من شغل البيت. سمعت إنه أبوها جوها أسرة في الحرب، قالت اللي مشى أبوي دي الدين واحدة من الأسر ديل خدامة تساعدني في خدمة البيت. مشت لقت الرسول ما في، تركت الخبر عند في البيت. الرسول لما جاء كلمت تقول فاطمة ميت تقياد كيس الغرض الفلان. في نفس الليلة دي طوال جاهم في البيت، لقاهم الرقد هو علي بن أبي طالب وليداته، قعد بيناته قال لها ما ألفيته عندنا، ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين الله ثلاثا وثلاثين، وتحمدين ثلاثا وثلاثين، وتكبرين أربعا وثلاثين حين تأخذين مضيعك، فهو خير لك من خادم. سبحان الله، شوف زي قال لها ما ألفيتي عندنا، يعني طلبك جيت كأساء وكأساء لخدامة زعبي في خدمة البيت ما عندنا. دلال علينا المرأة تقوم بدوية رشون البيت. بعدك وراها ذكر، قال لي لما تيجي ترقدي تقولي سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، الجمل تكون كمية. قال لي فهو خير لك من الخادم. العلماء تساءلوا وقال فاطمة دي مشت للنبي تطلب منه خدام يساعدها على شغل البيت، قام ده أعباء زيادة، أعباء زيادة اللي هي بدل ما ترقد حتقول الذكر ده يأخذ منها 5 دقائق 10 دقائق. قالوا الذكر ده يدي زول قوة جسمانية وقوة عضلية ويسهل الصعب ييسر العسير، كأنه في زول خدام شغال معي في البيت. شوف قال لها شنو، فهو خير لك من خادم، يعني الذكر ده لما تستخدمي رب ان يديك قوه في جسمك وعضلات وقوه وصحه وعافيه ويسهل لك الصحه في خدمه الله. سبحان الله، سبحان الله. طيب معنا اظن تلفون تاخرنا عليه شويه. الو، مرحب. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه نعم. انا عندي سؤالين. ايوه سؤال، انا حجيت قبل كده ف
يعني انا يعني ما كان طواف، يعني كنت يعني قاعده في الكعبه، يعني قلت يعني تحيه للكعبه وقمت طفت 5 طوافات بس ما تبعت. فما عارفه الحكايه دي عملتها ناقصه، انا كان قصدي تحيه للكعبه، يعني ما كان قصدي حاجه، يعني حاجه هنا. انت طفتي 5 اشواط فقط يعني؟ 5 طوافات ما 7 طوافات. وكنت عارفه الكلام ده انت ولا ما عارفاه؟ أنا عارفة إن هي 7 طوافات، أنا عارفة 7 لكن ضفت 5 طوافات هي للكعبة. أها. أنا كنت قاعدة في الكعبة من الصباح يعني. أها. فأثناء ما كنت قاعدة قمت ضفت الطوافات دي 7 طوافات هي للكعبة بس. فما عارفة الحكاية دي هل حاجة ناقصة ولا لا. وده ده ده, ده في الحج يعني؟ في الحج؟ ده حج ولا عمرة؟ في الحج. في الحج يعني ده طواف القدوم ولا طواف الافاضه ولا طواف لا لا ولا حاجه يعني كان عملنا طواف يعني شاي كده لله تطوع يعني ده تطوع يعني طواف ثاني طواف ما فرض ما حاجه فرض ده طواف تطوع يعني كامله تطوع ايوه تطوع عشان كده تطوع جدا آه. طيب السؤال الثاني السؤال الثاني عندي زوجي يعني بيشرب لسه اها فحاولت معه بكل الطرق ما قدرت اهديه من الحكايه دي وهو مو يعني بغالطين شنو الخمره دي ما حرام هي يعني من عمل الشيطان لكن ربنا ما حرمها ما جاب ايه صريحه في القران في حرام الحكايه دي تعبان شديد لا حول ولا قوه الا بالله شكرا جزيلا شكرا جزيلا طبعا انا في الاول لما سالتها السؤال ده هي فاكره انها هي ده طواف الحج لكن هي قالت تطوع ايوه ما فيه حاجه زياده ما فيه طبعا لابد تجيب اي طواف لابد يكون 7 اشواط لكن هنا اذا كان طواف حج العمره وحج باطل عمرته باطل لانه ركن نعم اما اذا كان عدت مناسك الحج فطبعا الجن لما يكون قاعد في الكعبه في مكه ينزل للكعبه عباده يصلي يتنفل عباده يطوف عباده كله عباده هي كان طواف تطوع زي تحت المسجد كانه طاف الطواف 5 اشواط كان تتم من 7 عشان تاخذ الثواب كامل لكن ان شاء الله ربنا وفي ناس بيطوفوا بدون عدد بيلفوا يعني في لا بدون عدد ما ينفع 7 وكذا يعني لازم 7 طبعا ايوه قال زي دول دار تصلي لك ركعتين تقول اسكت اركع واقوم المفروض كل ركعتين تسلم يعني مثلا لو دار اطوف مثلا عندي زمن فاضي اطوف بس 7 وثاني اجدد ولا هاي ثاني تجدد يعني كيف ايوه طيب السؤال الثاني شوية محير اللي هي قالت زوجها قالت بيسكر بيشرب خمرة بيشرب خمرة سامي وهو مقتنع انه الخمرة دي ما حرام يعني اي ما محتر بها حرام ايوه حول ولا وقالت هي اشتغلت معه كثير لكن ما قدرت تقنعه يعني شنو نحن ممكن نقول له يعني اي طبعا هنا ده الخمرة محرمة بنص القرآن قالت على يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون دي واضحة دي آية واضحة العلماء قالوا كلمة فاجتنبوه أبلغ من كلمة حرمة شوف كلمة فاجتنبوه أبلغ من كلمة حرمة والخمرة بهذا النص أجمع العلماء على أن الخمرة محرمة بالإجماع والزول بخالف الحياة ينكر الحياة الموجودة في القرآن بالنص العياذ بالله يكون كافر لا حول ولا قوة لأن الإيمان تؤمن بملائكته وكتبه ورسله القرآن النهي الحمر حرم أنت تقول حلال يبغى التحليل الحرام إذا كان متأول جاهل عايش في بلد غربة لكن زول عايش وسط المسلمين وعارف الخمر حرام وعارف ام الخبائث وعارف هذا كل يقول لها ما حرام يقول ده زين انا اتمنى انه يكون زول اللي بيشرب الخمره معترف بها انها حرام ويشربها نقول ده عاصي عاصي لكن زول بنكر يقول ما يقول حلال ومتعمد يقول حلال لازم بالله يكون مرتد لا حول ولا قوه الا بالله انا اتمنى انه يكون الرجل لا يكون سمعنا هاي ان شاء الله يعني يرجع يتوب ويستغفر ويستغفر ويحترف ويقر ويحترف انه الخمر حرام بالكتاب والسنه كذا قول لنا الايه الثانيه اي لا قالت علي يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون الأيد لما نزلت طوال الصحابة كان بيشرب الخمر ما كان محرم طوال شوارع المدينة قالوا افتلت بالخمر زول عنده جركان يدفقه عنده برميليون يدفقه
شوارع الملا ان شاء الله ربنا يتوب على الرجل ان شاء الله ربنا يتوب عليه. يقول له اخونا ده الحق نفسك اعترف بحرمة الخمر وربنا يتوب عليك من شربها ان شاء الله يا رب. طيب معنا تلفون. الو مرحب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك احمد بشرى من دربر العالمين. احمد بشرى. معك احمد بشرى من دربر. نعم يا احمد تفضل. احييكم واحيي الشيخ ان شاء الله الخير برنامجكم. الله يبارك فيك تفضل. ان شاء الله كويسين. الحمد لله رب العالمين. معذرة احمد بشرى ان شاء الله يرجع علينا ثاني هو من بربر. طيب نحن لو رجعنا لموضوعنا اللي هو حقوق الزوج. طبعا نعلم انه الزوج يعني احيانا يعني يتوفى الزوج، هل للزوج المتوفى حق ايضا؟ ايوه طبعا في الحالة دي الزوج يتوفى ويجب على الزوجة ده وجوب شرعيا موجود في القرآن، والذي قال تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. يبقى المتزول يتوفى زوجة وعقد الزواج قائم تحضن زوجة أربعة شهور وعشر يوم، ومع أن تحضن يعني تحبس نفسها ما تطلع من البيت اللي توفي زوجة إلا لأمر ضروري، والخروج للأمر الضروري يكون بالنهار، أما بالليل ما تبيت خارج البيت أصلا ولا تطلع من البيت من بالليل، لكن بالنهار يجوز الأمر الضروري. وتمتنع من أدوات الزينة. بعدك ما نخطب لأي زوج، أي زوج ما يتقدم للزواج ما يخطبها ولا نعمل لها عقد، عملنا عقد عقد باطل، خطبة باطلة. اللي بعد انتهى عدة الأربع شهور عشر يوم بعد كده خلاص ممكن أصبحت ممكن تتزوج تعمل إيش. نعم يلا الحين حق واجب كده ثاني بعد واجب أربع شهور عشر يوم. حتى واحدة فرضنا زوجها قال لا أنت طالق. بعد 10-15 يوم يتوفى بالحال تنتقل إذا كان طلاق أول أو طلاق ثاني طلاق رجعي تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة تحضن أربع شهور عشر يوم. سبحان الله. زول برضه متزوج عمل العقد لقى أنا إذا طلق قبل الدخول ما عليها عدة لأن بانت بينونة كبر. أيوة. لكن دخل عليها وطلقها وتوفى يبقيت في الحالة تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. طيب احيانا في اموال يعني مشتركه هل الزوج عنده حق يعني الزوجه لو عندها هي مال ايوه يعني ربنا فتح عليها وعندها ورثه وهي شغاله شغل كويس هل عنده حق في هذا المال؟ طيب بالمعروف طبعا اذا كانت الزوجه مثلا شغاله موظفه مو شغال وعملنا في البيت ده ما في عمل فراغ، الفراغ اللي هي الزوجه كم تقوم باداره شؤون البيت في الحاله دي حيضطروا يجيبوا لهم خدامة خدامتين واحدة تغسل واحدة تنظف وكده يبقى في الحالة دي تاني نمرة اثنين كان بدل ما يجي يلقى لك الجاهز لسه حتى يجيب لك الجاهز السريع ده عملت فراغ في البيت يبقى في الحالة دي وجب عليها تساعد مصاريف البيت مرتبة ما تقول لهم انت يا زول بس المصاريف الرجال قوامون على النساء انت الواجب عليك تصرف عليه أكله وشرابي وكسويته وأي شيء لا في الحالة دي ساهم معاه في مصاريف البيت اي عملت فراغ في البيت اما اذا كان قايم باداره شؤون البيت يبقى الزوج واجب عليه بكل المصاريف حتى ولو عندها ورثه يعني ورثت من ابوها توفى واخذت نصف الميراث ما يقول لها ادفعي لكن بالمعروف تدي تساعده. طيب معنا تلفون ناخذ تلفون ونرجع للموضوع ده لانه فيه باقي سؤال كده مهم جدا. الو مرحب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معليش انا والله موضوعي ده خارج عن نطاق الحلقه. نعم ما بتجيبوا لنا دي ولا بتجيبوا لنا. نعم جدا اجاوبك طوالي. انا موضوعي عن الميراث. انت عن الميراث؟ ايوه. نعم. تفضل. انا عندي والدي اتوفى. ربنا يرحمه ان شاء الله. والدتي اتوفت بعد. ايوه. عندي حبوبتي وموالدتي موجوده. بتاخد تمن من حق بيتها. من زوجها. من زوج أميان اللي هو أبوي. أيوة. طيب إذا حبوبتي دي اتوفت. حبوبتي تأخذ السدس من حق التمن بتاع أمي. أيوة. إذا حبوبتي اتوفت الميراث حينقطع ولا حتوقف ويمشي لزوجها. النصيبة هي يعني؟ نصيب أمي أساسا اتوفت بعد أبوي. أيوة. بتأخذ التمن لأنه أم موجودة حية. نعم. أمي. أيوة. طيب. أمي بتاخذ السدس من حق أمي. طيب إذا حبوبته أمي دي توفت. أيوه. الميراث حيتواصل يمشي لاتجاهها ولا يجي في الحتة دي بس؟ كويس جدا.
شكرا جزيلا. ان شاء الله الشيخ سمعته كويس. هاي الميرالدا ما هي الحبوبه اخذت نصيبا من بنتها. بنتها اخذت السدس. اها السدس ده الحبوبه اخذ قبضه السدس في ايده وتوفى. ايوه. سدس الحبوبه ده يتوزع ل سرة الحبوب. الحبوب بدنا نشوف أولاد الحيين منو. ما أولاده كلهم ميتين. عنده أبناء أبناء يتزوج. عنده ابن عنده ابن ابن ابن. يأخذ الحق كله. ما خلاص. يعني هم برضو عندهم حق في حبوبتهم. هاي حبوبتهم تتوزع حق وريثة. ما بيمشي. أبي يمشي استمرار ده المعاش. المعاش الزول يتوفى. ترك زوجة تصرف المعاش في بيت مام الزوج تصرفه. الولاد كله توفوا الزوجة موجودة تصرف. لكن الميرال ده أخذ حقه خلاص. الحبوب أخذت حقها في نفس اليوم أخذت حقه ماتت. حق القبضة ده يتوزع حقه للوراث والراث الحبوب. يتوزع لهم برضه بنفس النسب. لا بالنسبة تشوف الراث دي منو؟ أولاد أهل أولاد 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 الموجودين بيستحقوا الميراث. نعم. طيب نرجع لموضوعنا فيما يتعلق بمال الزوجة. يعني طيب لو الزوجة دي ماتت توفت لو عندها حق طبعا الزوج يأخذها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع. الزوجة ماتت عندها أولاد الزوج يأخذ الربع. ما عندها أولاد يأخذ النصف. هذا حي معروف. كذلك الزوج توفى برضها الزوج عندها أولاد تأخذ الربع تاخذ الثمن. ما عندها اولاد تاخذ الربع. اي حتى مثلا نظري مثال زوج عقد عليه بيت وقبل الدخول مات البيت دي تحضن 4 شهور 10 يوم وتاخذ نصيبا من الميراث. اي عقد عليها العقد الليله دي بعد ساعتين توفى تحضن 4 شهور 10 يوم وتورث ما دخل عليه. طيب معنا تلفون ناخذ تلفون. الو مرحب. انا كنت معك في الخط معنا موضوع على الميراث على البيئة الام. ايوه طيب يلا انا بس حاجه انا فهمها للشيخ انه الميراث ده ميراث سنوي مستمر سنويا يعني محصول محصور محصول مستمر سنويا محصول. يعني ما حاجه تاخذها وموضوع انتهى يعني محاصيل ما مستمره. نعم محاصيل زراعيه ايوه تمر يعني ممكن اقول تمر. ايوه خلاص تمر. نظر لنا مثال جدا الحبوبه طلع عليها حفره بتاع التمر. حفره بتاع التمر تمره وسط عندها اساسي حفره حلقة الحبوبه. الحبوبه ماتت الحفره بتاع التمر دي نوزعها للوراث. لما نلم التمر نشوف الحبوبه دي الموجود من 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 اسرته منه عندها اولاد حيين يورثوها. ما عندها اولاد عندها ابناء يورثوها. ما عندها ابناء عندها ابناء ابناء يورثوها. ما عندها ابن 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 شوف ابني ابني ابن يورث المال ده. كل سنه الحكايه دي يدوروها. لا ما خلاص بقى حقه. الزول فرضنا حبوبه ماتت لا عندها اولاد لا عندها بنات عندها ابني ابني ابني. اسمع علي مثلا. علي ده اللي هو ده مش حبوبته ابن الحبوب. اي يبغى ياخذ المال كله. من الحبوب كله ياخذ. نعم. النخله دي كل سنه الولد ده لما التمر يشيله. الولد ده مات اصبح الولد ده ياخذه الراس وهكذا. طيب مرات الميراث بكون يعني بسيط يتوزع كيف لو عدد الناس كثر؟ ما يتوزع ان شاء الله 10 جنيه تتوزع ما الميراث لازم الميراث. والحقيقه اخواننا كررنا الكلام ده كثير ان النظام دقيق ربنا تبارك وتعالى تقول ولا توزيع بنفسه وما تركه للعلماء. بس الرسول وضحوا لنا والعلماء وضحوا لنا وشو قدرة ربنا الميراث شو الميراث القدير ده كله موزع في 3 آيات بس في القرآن. آية رقم 11 و12 176 من سورة النساء. أي زول عنده نصيب موزع في 3 آيات دي. وبعدين جاء الإنذار الشديد والوعيد الشديد للزول لو حرم أخوه المستحق حرم النصيب أو زودوا من شرع الله أو نقصوا من شرع الله يتعرض للعقوبة والوردة في الآية رقم 14 قال تعالى تلك حدود الله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يبقى ده نظام دقيق عشان كده نصح الأخوان الميراث حطام دنيا فاني ونظام دقيق وربنا والوحد الوعيد الشديد في زول ما تحرم زول من نصيب ما تزود وما تنقص بس.
طيب ان شاء الله يكون وضحت لك يا اخ متصل قبل شويه ما عرفنا اسمه، لكن عموما وضحت المساله. طيب نحن في اخر الاسئله اللي عندنا هنا فيما يتعلق بحق الزوج، في ناس بيعانوا معاناه شديده جدا في التعامل مع الزوجه الناشز، بيكون صبر على صبر كثير جدا. ايوه وبكرر لها الكلام ويرشدها لكن احيانا لا تستجيب، كيف يتعامل معها؟ وطبعا هنا في القرآن وضح لنا الأربع مراحل. المرحلة الأولى الزوجة نشدت، نشدت معناتها بتسمع كلام زوجها، ما بتنفذ أوامره وتطلع بدون إذنه وتعمل كل معاكسات. في الحالة دي يقعد ينصح يوعظها، يعني زوجة نحن ربنا جمعنا مع بعض على كتاب الله وسنة رسوله، وانت عليك واجب لي وانا علي واجب ليك، وانا قايم بواجبي لك، انت ما قصري في واجبي، ما بتسمعي كلامي والكلام ده غلط منك، ونحن ما دارين خبرنا ده يطلع للناس يتحدثوا فيه، ولا دارين نمشي لمحكمة ولا شيء، دارين كده مشكلتنا نحلها مع بعض. يعني النصيحة كده انا ما مقصر في حقي، انت كمان قصر. ينصح ويوعظه، اعتذرت ليه وقبلت، قالت له خلاص نفتح صفحة جديدة تاني، نكون مع بعض متعاونين مع بعض، تمام خلاص انتهى الموضوع. قام الكلام النصيحة ده كل ما نفعل في الحالة دي وعض يهجر في الفراش، وعلى شرط الهجران ده ما يزيد من 4 شهور. تمت الأربع شهور برضو ما أثر فيها، قال فعظوهن وهجروهن. وبعتيت المرحلة الثالثة مرحلة الضرب، والضرب مذكور في القرآن ما ننكر، لو نكرنا معناته كذبنا بكلام الله. قال فاضربوهن. الضرب مش يكون يجيب لي العكاز يقعد له يلبع بيه، يشوف الجيران عنده شجرة نخلة، شجرة النخلة عنده جنيات صغار كده جريدة ليني، بسكين كده يقطع الجريدة وينظفها من الشوك ويدسها وراء كلها قدر دي الجريدة دي. انت يا زولة ها انا وعظناك ما نفع، هيا ناكر بعد شهور عن الشغلانة ديك برضو ما نفع، سحب الحالة دي حد بقى انا شيطانك ده لازم أدبه. مش أدبك انت، أدب شيطانك ده. يلا بيقول في ايدينا التل تل تل على خفيف، ضربات على خفيف. الضربه دي ما دام ربنا ذكرها قد تكون سر في طلع الشيطان ده، وتكون خلاص هو لازال خلاص نصلها يمشي مع بعض. سبحان الله. ده برضه ما نفع الضرب، ما نفع. بعد كده الاهل الحكم، شكل حكم من اهله وحكم من اهله، يقعد الحكم من ديله يحققوا مع الزوج ومع الزوج، يشوفوا الناس ديل اذا وصلوا في طريق مسدود يرفع امره للولي ان يحكم بالتفرقه بيناتهم بالمعروف. قدروا النفرين الجاويد ديل يتوصلوا لصلح، اهلا وسهلا. وهذا اخر مرحله. طيب نحن ممكن يكون في ختام هذه الحلقه في سؤال خارج الموضوع بيتكلم فيه عن يعني حصل اظنه امام بيصلي بالناس وتعب وخلفه من يعني تقريبا المؤذن. وفي ناس قالوا يعني اذا ما قرا يعني هو قرا الامام قرا الحمد وقرا معها سورة تقريبا او ايات. اللي بيجي بعده لازم يقرا ولا يركع طوالي؟ اللي بيجي بعده لازم يقرا اي من القران، لانه قالوا لابد الركوع يكون مسبق بقراءه، الركوع يكون مسبق بقراءه، فبقى خليفه للامام. الامام قرا الفاتحه والسوره وقع في الحاله ده، ويقف في محله يقرأ الآية من القرآن ويركع ويرفع ويخليفة للإمام. يعني لازم يقرأ؟ أي لازم يقرأ. حتى كذلك في زول مثلا سجد سجدة واحدة ووقف عليه حيله، يبقى ترك له ركنين، ترك الجلوس بين السجدتين وترك السجدة، قالوا سبحان الله، يرجع يجيب الجلوس بين السجدتين أولا، يجيب السجدة لكن لما دل في ترك السجدة، لكن زول قال الفاتحة والسورة وراح ساجد، قالوا سبحان الله، من ترك الركوع مش كذي. لما يركع ما يركع ما يقوم راكع، لا يقوم يستعدل ما يركع، يقرأ له أي من القرآن حتى يركع، لأنه قال لابد الركوع يكون مسبق بقراءة. جزاك الله خير شيخنا الجليل، أشكرك على إجابتك دائما الواضحة والجميلة والشيقة والمقنعة للسادة المشاهدين على هذه الأسئلة أيضا اللي كانت فيها فوائد كبيرة جدا لي موضوع هذه الحلقة وبعض الموضوعات المتفرقة الأخرى. أشكركم مشاهدين على المتابعة، نأمل أن ألتقي بكم الأسبوع القادم في حلقة أخرى من برنامج فتاوى. أشكر شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن، وأشكركم أيضا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.